كان هناك حديث أريد أن أبدأ به هذه الحلقة، والحديث نصه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي. ما نفهمه من الحديث كقراء عاديين لأي حديث أو نستمع الحديث مجرد الاستماع أو القراءة، أن هناك فضل في زيارة المريض لمن يقوم بزيارة المريض. إذا أردنا أن نطوف حول هذا المعنى فضيلة الشيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه وبعد. فقبل الحديث لابد أن نضع المشاهد الكريم في أجواء مثل هذه الأحاديث، نعم، التي تتحدث عن فضل الزيارة وفضل عيادة المريض، لأن الحديث يتكلم عن عيادة المريض وزيارة أخ لك في الله، يعني ليس طبعا من ذوي الأرحام، ذوي الأرحام لهم فضل آخر يعني، نعم، وحتى زيارات ذوي الأرحام وغيرها. الإسلام دين يعني يشجع أبنائه على التواصل الدائم، نعم، لا يوجد في الإسلام مسألة الإنسان يعني أو صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي، هذه أمثال هدامة. أي وثقافات للأسف غزت مجتمعاتنا المسلمة بعد أن كانت مجتمعات متواصلة متأخية متحابة، اليوم أصبحت يعني مجتمعات الوحدات السكنية المنعزلة، الجزر المنعزلة، نعم، الجار اليوم لا يعرف ما بيجا ما عند جاره، ماذا عنده، ما به، ما أصابه. بنلاقي بعض عمارات يعني عمارة 10 أدوار، الدور الثالث في ميت، الدور السابع ولا الثامن في فرح، صحيح، وعادي. واحد يقول لك وعيب لما نفرح في يوم ميت، لا هو مش عيب ولا حرام، لكن مراعاة مشاعر الناس من الدين. لكن للأسف أصبحت هذه هي الحياة، حتى الأبناء في البيت الواحد، حتى البيت الواحد نفسه أصبح مجزأ، نعم، كل ولد بيلعب على البلايستيشن بتاعه، على الايباد بتاعه، على الموبايل بتاعه، وكل ولد حتى في اوضته مع نفسه او في اوضه واحده مع بعض كل واحد فيه موبايله. بتلاقي النهارده الناس قاعده في البيوت مع بعض، وحتى اصحاب قاعدين بشوف ده في الكافيهات والقهاوي والدنيا، وكل واحد ماسك موبايله في الواتساب وغيره، عمال يقول لك لا معاك انا سامعك. فالنهارده اصبحت يعني طبيعه الحياه الجديده التي استجدت على الناس او جدت على الناس حياة انعزالية، حتى في اللعب ليس في اللعب الاجتماعي، حتى في التواصل، حتى في أصبحت النهاردة الرسائل في الأعياد بنجد رسائل معلبة مجهزة وتعمم ويكتبها ويبعتها الألف واحد، هي نفس الرسالة، نفس الراجل زي الست، القريب زي الغريب، بنفس الشكل ونفس الصيغة. نعم، الإسلام جاء ينبه الناس إلى هذه القضية، قضية التواصل، قضية أن التواصل مع الناس والتزاور أمر مهم في حياة وتكوين الإنسان. ابن خلدون يقول الإنسان مدني بطبعه، أي الإنسان يحب أن يعيش مع الناس لا أن يعيش وحده. نعم، حتى اللي بتأذي من الناس يقول لك لا أنا فضلت العزلة، محتاج لازم يتواصل مع حد. ولذلك بنجد هذه الآفة، آفة العزلة عند الغربيين، اللي بيموت ما تعرفش لما يتشم ريحته، اللي بيضطر يبحث عن أنيس له ولو إني يعني يصحب كلبا في بيته، واحيانا يكتب الثروه باسم الكلب ولا باسم القطه ولا باسم اي حيوان اليف. هذا على عدم استغناء الانسان عن الالف والالفه بين الناس. والله عز وجل حينما خلق ادم عليه السلام واسكنه الجنه فقال اسكن انت وزوجك الجنه، لان اي جنه ايه التي ليس فيها انيس؟ لا قيمه لها، لا اهميه لها، حتى الجنه يوم القيامه على سرر متقابلين. نعم، طب خلاص مش محتاج بقى حد يونس، لا برضه محتاج التصاور والأنس حتى في الجنة. فهذه هي المدخل لكل نصوص التواصل التي أمر بها الإسلام، الاجتماعيات، الأمور الاجتماعية المطلوبة بين الناس. فعلى رأس هذه الأمور، لأن بعض الناس قد يتزاور في المناسبات السعيدة، نعم، قد يتواصل في مناسبات تهنئة بمنصب، أما في المرض الإنسان أحوج إلى التواصل أكثر. أي، لأن الإنسان لا يفرح ولا يواسى في حزنه إلا بأن يشاركه في آلامه وأفراحه إخوانه وأقاربه وأحبابه.
فمن حالات المواساة التي يحتاج إليها الإنسان حالات المرض، ولذلك الحديث قال من عاد مريضا. العيادة أي لها معاني مهمة في العبارة والمفردة، أي أنها زيارة قصيرة وليست زيارة، إنما يعني مش زيارة مطولة. الإنسان بيكون طبيعي وتزوره بتقعد تسهر معه وتدردش وتحكي وتتكلم وتسولف وتقعد تدردش وتنكت وتضحك ساعة اثنين ثلاثة مش أزمة. لكن المريض ظرف المرض بيحتاج الناس تخفف الزيارة، ولذلك بيقول لك يا بخت من زار وخفف. ده المسألة في المريض يعني. فهنا المريض عيادة أي أنها قصيرة الزمن. نعم. وأنها دلالة على التكرار عاد. نعم. من التعود ومن الاعتياد ومن أنها دائمة لأنها مش مرة واحدة. أيوة. للي مرضه يطول يعني. وهذا الأمر يفرق كثيرا مع الإنسان المريض. أنت لما تدور على اثنين مرضى لو جنب بعض، واحد بيقول له زوار، واحد زواره لا يأتون إليه، نفسيا النفسية مختلفة جدا. طبعا من ولذلك وجد عند المسلمين قديما في الأوقاف ومال الوقف هذه الحضارة العظيمة الدينية التي يعني المبدأ الديني المهم الذي لا يوجد إلا في الإسلام، كان من الوقف شيء يسمى وقف المريض. المريض الذي يعني مرضه ميؤوس من علاجه ويحتاج إلى يعني تهيئة النفس للشفاء، إني بيستأجر هناك اثنان من الرجال، هذه وظيفتهم، يجلس واحد عند رأسه واحد عند قدمي يعني، والرجل يعني كأنه نايم أو مش مدرك، ويسمعوك إن هم مش يعني إيه مش واخدين بالهم إن هو سامع، فيقول أول الآخر ما مرضه، يقول له مرضه كذا، طب ومرضه خطير، يقول لك لا مرضه جيد لو أنه يعني إيه شد حيله وتفائل يعني. نعم. فلوهم المريض بأن هناك أمل، مش من باب الوهم لكن من باب غرس ثقافة التفاؤل فيه. وأيضا الجزء الآخر زيارة الأخ له في الله، الزيارة التي ليست لغاية ولا لمصلحة إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا يعني ينادى عليه بأنه طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة، أي طبط نفسا وممشاك، لأنه في سبيل الله عز وجل خطوات خطاها طاعة لله عز وجل وبركة، وتبوأت من الجنة نزلا، أن هذا الأمر يجعل من أسباب مغفرة الله عز وجل للإنسان. وحديث آخر يعني ملك يكون على مدرجة الشخص، أين أحببته إلا في الله، فيقول له يعني يبشر أو يبشره بذلك بالجنة. والحديث أيضا يوم القيامة سبعة يظل من في ظل يوم الظل إلى ظل، وأخوان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. نعم. في زياراته في غيرها، فالحديث يدعو إلى الصلة الاجتماعية ويدعو إلى صلة الإخوة في الله وصلة والتواصل مع المريض تخفيفا عنه ونيلا للبركة والأجر. طيب شيخ عصام معلش حاجة صغيرة كده نختم بيها، من عاد مريضا أو زار أخا له، هنا الزيارة غير عادة المريض. نعم. بس الاثنين يتساويان في الأجر؟ الواضح فيها بهذا الشكل. نعم. ان هو لو زار اخا له في المساله بتاتي للاحوج. ما هو ممكن يكون انسان مش مريض لكن نفسيته تعبانه فمحتاج الزياره تفرق. أيوه. فهنا الحاله هي التي تبين. والاسلام هناك يعني اعمال نصت النصوص على الاجر كام. نعم. في يعني اعمال الاجر فيها مفتوح، في اعمال نص النص الشرعي على اجر ولكن والله يضعف لمن يشاء. نعم. ولا حرج على فضل الله عز وجل. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبعلمكم فضيلة الشيخ عصام. إذا مشاهدينا الكرام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. لابد أن نزور مرضانا وأن نصل أرحامنا، فالزيارة وإعادة المريض عليها ثواب كبير.